عايز اختم مع حضرتك يا كابتن سيد برقم قياسي بيعمله النادي الاهلي وبتعمله كجهاز فني. النادي الاهلي اول فريق في افريقيا يفوز في 4 مباريات متتاليه في الدور نصف النهائي، فزت على الوداد ذهابا وايابا، والنهارده بتفوز على الترجي ذهابا وايابا، ده رقم قياسي بيسجل للنادي الاهلي. حلو الارقام وانا بحبها جدا ومن هواة الارقام، انا على مستوى الشخصي من هواة الارقام، لكن انا عندي التارجت الاعلى بيبقى في البطوله. يعني اما تقول لي 4 سنين ورا بعض بتاخد البطوله، دي حاجه حلوه جدا. يعني ان شاء الرحمن باذن الله تعالى نكون حاضرين بشكل كويس، زي ما قلت لك عيننا على المباراه النهائيه، لكن مش عايزين يعني ناخد بعيد عن تركيزنا في اللقاء المحلي اللي هيبقى يوم الخميس مع بيراميدز باذن الله. دايما بقول لك الكابتن سيد ما بيتغيرش، الفرحه عنده ما بتاخدش وقت كتير، وهو الكابتن سيد مش هيتغير. يا رب تكمل بس على خير ان شاء الله الرحمن. عندنا يعني مواجهات صعبه على المستوى المحلي والقاري، لكن ان شاء الله الرحمن براهن على شخصيه اللعيبه وان هم يفصلوا ما بين البطولات. وامتى تكتب تاريخ؟ امتى بتكتب تاريخ؟ لما بتبقى في مواجهات صعبه، الناس هتفضل تفتكر على طول ترجي التونسي وقوته ومكانته، بتكسبه بره ارضك وجوه ارضك في سيمي فاينل، الوداد بتكسبه بره ارضك وجوه ارضك، هي دي المباريات وهي دي الارقام اللي بتعلق وسط الناس، وهي النجوميه بتيجي من هنا والاساطير بتيجي من البطولات. شكرا. كابتن ايمن، ده كان لقاءنا مع الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي عقب فوز النادي الاهلي على فريق الترجي التونسي ب3 أهداف مقابل لا شيء، وصعود النادي الاهلي الى المباراه النهائيه لمواجهه فريق كايزر تشيفز. مليون مبروك لكل جماهير النادي الاهلي من جديد، تعود الكلمه ليك يا كابتن ايمن ولضيوفك الكرام.